اللي ما كملنا امبارح. يعني ما عملنا امبارح بنعمله. مع دلال اليوم عم نكمل روستات امبارح على امل ما حدا يقطشنا اليوم. هاي كاتشا. خلينا هيك نخبر شوي المشاهدين اللي امبارح ما كانوا على السمع وحضرونا. اليوم امبارح وعدنا ستيف انه نعمل لها كيك على صفوف، يعني زيت طريقه الصفوف بس على جاتو. بدنا نعمل وصفه ثانيه، هو كمان كيك معمول من اللكوم، من حلاوه ومن جبنه مشلله. شو رايك نبلش بالكيك؟ بضل في عندنا وصفه ثالثه، هي وصفه كمان طيبه كثير، معموله من الفرك كمان والجبنه، زبده، مزهر، موارد. خلينا نبلش بالكيك. اليوم عم بحكي على، خلينا هيك نخبر المشاهدين، نحن عم نحكي على كيك الصفوف، يعني ثلاثة بيض كاملين. هلا اليوم سريعا حبلش طبعا يدهمنا الوقت ونقدر نوصل الفكرة لما نضطر نعملها الأسبوع الجاي. لكن وقت نقول صفوف نحن عم نحكي على ينسون، عم نحكي على زيت وعلى عقدة صفرة. ما هيك كاتشا؟ شو رأيك بالصفوف؟ شي كثير طيب. لكن ثلاثة بيض بس. وقتها بنشتغل الصفوف ما بنحط بيض اليوم، يعني وقتها نعمل صفوف عادي ما بنحط بيض، اليوم حبينا نحط بيض تنعمله كيك الصفوف. ثلاثة بيض كاملين، كوب ونص من السكر. لكن برجع بذكر انه وصفتي هي كيك الصفوف، بدي اشتغل زيت طريقة الصفوف، بدي زيت لها بيض. اليوم ما عبالي اعمل كيك صفوف، عمالي اعمل صفوف. قول للمشاهدين زيت الطريقة بس منشيل البيض، يعني أوكي. اليوم عم نحكي على كوب ونص من السكر، كوب من زيت النباتي، مثل ما بنعرف كاتيا وقت نقول صفوف مضطرين انه نضيف اليانسون والعقدة صفراء، طحين، بيكنج باودر. واليوم بدي اقول انه نعمل كثير وصفات بنحط لهم طحين وطحين فرخة. نمزج الاثنين سوا، بس انا اليوم مالي عبالي اشتغل بوصفة بس طحين، وبعرف انه اللي عم يحضرنا هلا بقول انه انا عندي العديد والعديد من الوصفات، يعني انا عندي شي كذا وصفة للصفوف، بس اليوم حبيت اشتغل هيك بوصفة بسيطة وطيبة. لكن وضعنا ثلاثة بيض كاملين، رشة من الفاني، كوب ونص من السكر، كوب من زيت النباتي. مثل ما بنعرف انه الصفوف ما بيكتمل اذا ما ضفنا له ملعقة من العقدة الصفراء. يعني ينسون وعقدة الصفراء هيدا اللي بيميز الصفوف عن غيره. صح. من الكيكس. ايه. أكيد. وبدنا نضيف كوب ونص من حليب السائل. واليوم بدي اقول انه فينا هلا في كثير ناس بيجيبوا ينسون بيغلون، يعني كوب ونص من اليانسون، نص كوب من حليب السائل. انا اليوم ما غليت اليانسون، استبدلت باليانسون البودره لانه بدي اضيف كوب ونص من حليب السائل. نعم. بتعرفي اتعب حلو هو الصفوف. لكن خلينا نرجع نذكر، ثلاثه بيض كاملين، كوب ونص من السكر، كوب من، يعني اليوم عم بحكي على كباية من زيت النباتي، ملعقة كبيرة من العقدة الصفراء، ملعقتين من اليانسون البودرة، أو في إذا عندي يانسون حب حطهم على نار، يعني كوب ونص من اليانسون. بس اليوم حبيت أشتغل أنا بملعقتين من اليانسون، كوب ونص من حليب السائل. وأكيد مثل ما بنعرف إنه بدي أختم بالطحين مع البيكنج باودر، اليوم عم بحكي على كبايتين ونص. هيدا هو كيك الصفوف. اليوم بدي اقول للمشاهدين ما عبالي كيك الصفوف، شيل ثلاثة بيض كاتشا وكفي وصفتي وكمل كمل بلا بيض، بيطلع لي صفوف يلي نحن معودين عليه، يلي بدي غطيه بالسمسم وبدي اودعه بقلب الفرن. بس هو كثير طيب كيك على الصفوف. لكن هيدا اول وصفه. قد ايه حطيت البيكنج باودر دلال؟ ملعقتين صغار. هيدا اول وصفه يلي كنا بدنا نشتغلها امبارح، ومثل ما بنعرف انه بلا عقده صفرا وينسون ما بيمشي الصفوف، يعني بيتميز الصفوف بالعقده الصفرا والينسون. هيدا اول وصفه،
شو رايك منعبيها؟ منعبيها بالقوالب. وين السمسم بيجي؟ على الوجه. يعني اكيد على الوجه، بس هلا يعني بتحطي ايه؟ بحطه وبدخله قبل الفرن. فوالا، هيدا اول كيك حنكتفي هون لانه بدي حمي الفرن تنكفي هيك وصفتنا ونختمها. بدي حمي الفرن 180 درجة وبدي دخله لمدة 40 دقيقة بقلب الفرن. ما رح نلحقه، منلحق لا نحن منلحق الموجود هلا بس تنقدر فكرة. لكن هيدا أول منلحقه بعد القداس. نحن بعد القداس رح مندوقه. هيدي أول وصفة يلي هي نرجع منذكر كيك السميد. بدنا نضيف سمسم وبدنا ندخل وصفتنا بقلب الفرن. خلينا هيك نرجع للوصفة الثانية. الوصفة الثانية هي أنا شخصياً كثير بحب المظاهر، الموارد، الحلاوة، الجبنة المشللة. اليوم حبيت أشتغل الكيك يلي هلأ هيدا عم نشوفه، مزيج اللكوم مع جبنة مشللة مع حلاوة. أكيد وقت نقول جبنة مشللة نحن بدنا ننقعها لنشيل الملح منها، شوية من الزيت. اليوم حبيت أشتغل باللبن، ما عبالي أشتغل بالحليب، طحين، سكر. لكن من شو معمول الكيك؟ اليوم كمان بنرجع على 3 بيض كاملين ببول، وضعنا رشة من الفانيليا. لكن هلا احنا انتقلنا على ثاني كيك يلي بعد ما تروق وعباله يشتغل على بكره، في يشتغل كيك على الصفوف لانه كثير طيبه للصبحيه الترويقه، وزيت الشيء هيدا الكيك. لكن بما انه اليوم بدنا نحط شويه من الحلاوه، بنعرف انه الحلاوه حلوه، شويه من اللوكوم. بدي اقول اذا انا ما عندي حلاوه ولوكوم في اشتغل بمكون واحد مش ضروري الاثنين. ما بدي احط كثير سكر، يعني اليوم عم بحكي على 3 بيض، نص كبايه من السكر. ما بيمشي بلا سكر؟ ما زال فيها القد حلو؟ ليكي ربع كباية على الوسط، منيحة بالمفاوضات. هلا لك كاتشا ربع. شكلي لنا شي حكومة، ايش رأيك؟ بتعرفي لأنه الحلاوة بدنا كثير نكترها لنحس بطعمة الحلو بقلب الجاتو. يعني أنا أوقات كثير بعمل كعك على الحلاوة. إذا ما رح نحط كثير فما رح نقدر نوصل للسكر اللي بدنا إياه. ما بتحسي بتحطي كمية من الحلاوة لتحسي بالطعمة، وبرضه مضطرة إنه تحطي شوية من السكر. هلا فينا نستبدل بسكر البودرة، بسكر الأسمر، يعني حالا نوع من السكر. لكن حطينا ربع كباية من السكر لكاتيا، 3 بيض كاملين، نص كباية من زيت النباتة أو الزبدة. في استبدل أو زبدة أو زيت. واليوم بدي أقول إنه حتى في اشتغل بزيت الزيتون، يعني إذا عندي كتير زيت زيتون بالبيت، معني عارفة أنا كتير بعمل جاتويات مع زيت الزيتون. أنا دائما مش مجربة لأشوف، يعني كتير عم بسمع عن زيت زيتون بالجاتو بس ماني كتير مستوعبته. بعد أنا كتير بشتغل جاتويات سالي بزيت الزيتون. سالي أكيد، وفينا نشتغل شوكولاتة كمان مع السكر. بعد ما جربت ما بعرف كاتيا، بدل ما نحط نص كباية منقلل شوي. أوكي. لكن هلا زيت الزيتون مشكلته انه سميك، يعني بيهبط الجاتو. مش ضروري، لا بنعمل جاتويات وبيرفقوا. بيرفقوا. لكن 3 بيض كاملين، ربع لنص كبايه. بس ما يكون زيت زيتون قديم. فيك فيك قديم بس مشال، بس ما يكون منزوع. منزوع اذا قديم وبعده مش من الكوره. من الكوره ما بينتزع. لكن 3 بيض، نص كباية سكر أو ربع حسب قد ايه بنحب الحلو، نص كباية زيت نباتي أو زبيب أو زبدة أو ربع كباية زيت زيتون. بدنا نضيف اليوم حبيت أشتغل بنص كوب من اللبن أو حليب سائل. خلينا هيك نخبر شوي على الجبنة. اليوم عم بشتغل على جبنة مشللة أو حالة نوع من الجبنة. أكيد أنا وقت نقول جبنة مشللة كاتيا بدنا نروح، يعني بحطها تحت الحنفية، بفتح المي وعلى مي مسقعة تيزول الملح.
بدي انقعها، بدي غير ميه المي تبعها مره واثنين وثلاثه وارجع اضيفها على وصفتي. بدنا نرجع نزيد شويه من اللكوم. ما عندي لكوم، ما بحط لكوم. وهول يعني حجمهم مهم، بدوبوا بقلبها. صح، بدوبوا. انا هلا فرمتهم كمان. شويه من الحلاوه، حلا نوع من الحلاوه، حلاوه على شوكولا، حلاوه على فستق، حلاوه عادي. لكن حطينا لكوم حلاوه، شويه من المزهر والمورد. في انقع الجبنه بالمزهر والمورد. شو بدي اختم كاتيا بالطحين؟ هذا كيك كثير طيب مع البيكنج باودر. غني غني كثير كل ما زدت شيء عم تصغر القطعه عندي انا. على الدايت كاتيا؟ لا مش على الدايت، على يعني ما بتحمل كميه سكر كبيره. حطينا ربع يا كاتيا. طيب مش الحال ربع. لا ما عم اقول مش منيح، بالعكس كثير طيب، بس نصغر كمان. لكن حطينا كبيتين من الطحين وملعقتين صغار من البيكنج باودر. لا بالعكس، في اشياء ضروري يكون سكرها مزبوط وتاخذي منها، يعني بفضل تكون سكرها مزبوط واخذ منها قطعه صغيره لحتى لي يعني اخذ كل الطعمه. لا مش طيب. صح، أنا هيدا على طول بقوله إنه فينا نعمل شيء كثير طيب. إيه أكيد. ناكل شقفة كبيرة. شوي شوي. لكن خلينا نرجع نذكر هيك سريعاً على الكيك اللي عم بشتغله هلا. اليوم عم بعمل كيك مزيج اللكوم الحلاوة بالإضافة للجبنة المشللة، يعني عم بحكي على 3 بيض كاملين، ربع كباية أو لنص من السكر، نص كوب من اللبن، نص كوب من اللبن أو الحليب، عم بحكي على نص كوب من الزيت، حطينا موارد مزهر، رجعنا ضفنا الجبنة المشللة أكيد يلي شلنا لها الملح، ختمت بكبيتين من الطحين مع ملعقتين صغار من البيكنج باودر. بدي حمل الفرن 180 درجه لمده 10 دقائق، وبدي ادخل وصفتي بقلب الفرن لمده 45 دقيقه. جبنه كثير طيبه كاتيا مع الحلاوه واللكوم. بضل عندنا الوصفه السريعه. هلا اثنين كيك هول رح ياخذوا نفس الوقت بالفرن؟ نفس الوقت. انا بدخلهم سوا. اوكي. كثره المكونات ما بتغير شيء بوقت الفرن؟ ما بتغير، المهم حجم الكيك. لكن هول الاثنين هلا بدنا نحمل الفرن وبدنا ندخلهم بقلب الفرن. قبل ما ندخلهم بقلب الفرن بما انه نحن اشتغلنا، خلينا هيك نخبر شوي على الوصفه يلي بدنا نشتغلها هلا. شو هي وصفتنا اليوم؟ عم بحكي على فارينات. هيدي وصفة رح تفوت على الفرن ولا لا؟ لا، هيدي بلا فرن. خلينا هيك نحكي عنها، من شو معمولة وصفتنا اليوم؟ نهار الحلاوة، نهار الجبنة. بتعرفي جبنا جبنة بقي عنا شوي، شو بدنا نعمل فيهم؟ فتحنا علبة حلاوة بقي عنا شوي، بدنا نشتغل هيك. جبنا فرق، اشتغلنا بالكنافة، بقى عنا ما تبقى بدنا نشتغل فيهم هلا. من شو معمولة وصفتنا؟ خلينا نقول انه اليوم حبيت اشتغل بشوية من الفرق الكنافة، بدي لوحهم على نار مع شوية من الزبدة والحلاوة، ما بدي انسى المزهر والموارد، بدي اوضعهم دون دي فيرين او حيلا شيء بدنا نقدمهم. بدنا نرجع اليوم حبيت اشتغل بالحليب المكثف المحلى يلي بدي لوحه على نار مع كمان الجبنه المشلله وبدي احطهم اون توب. هيدي هي وصفتنا، بدنا نختم بحيلا شيء عنا اياه بالبيت، بفستق حلبي او بحيلا شيء. لكن بدي بلش حط شويه من الزبده. لكن برجع بذكر انه انا هلا كاتيا عم بشتغل بالفارين بطنجرة على نار. أول شيء بدي أمزج
الحليب المكثف المحلى مع الجبنة المشللة يلي شلنا المي عنا، بدي امزجهم كلهم سوا، بدي عبي الفارينات، فينا نشتغل بالعكس أكيد، وبنرجع بدنا نختم بالفرق مع الحلاوة مع المزهر والموارد. لكن حطينا شوية من الزبدة، ما بتمشي بعدين الجبنة رح تقليها مع الزبدة شوية تتنخلط الزبدة فيها يعني. تتنخلط، بدنا نرجع نختم بالحليب المكثف المحلى على النار. على النار بدي دغري طفيهم، بدي اعبي الفارينات، بدي ارجع انتقل. بس رح تذوبينه شوي على النار، مش رح ينطبخ لا, يعني. لا لا شوي، من دقيقتين بنشيلهم بس يعني يكون في مزيج متناسب. وبدي ضيف بدي ضيف عليهم كمان شويه من المزهر والموارد، وعلى الفرق مزهر اليوم نهار الموارد والمزهر. بدي اشتغلهم على نار خفيفه، هون فينا نحط قد ما بدنا. لكن مزجنا الجبنه مع الحليب المكثف المحلى، شويه من المزهر والموارد، فينا حتى نشتغل بالفرق على جنب ونمزجهم كلهم سوا كاتيا، ونعبي الفارينات كمان. يعني في طريقتين. يمكن بدنا نعمل تشيز كيك على بقليوة، بس بما انه امبارح ما قدرنا نوصل فكره الكيك، بقى حنتركها نقلها رد الاسبوع الجاي تنعملنا هيك حلقه لحالها. دقيقتين بدي طفي. دقيقة. ثلاث وصفات اليوم. ايه. سهلين وسريعين بس. حسيتي بالريحة كاتيا؟ أكيد. حشيلهم على جنب. حضروا حالهم للصبحية. حضرتوا القهوة شباب؟ هيك الهيئة. لكن ليش أنا حطينا زبدة هلا؟ شو بدنا نعمل؟ سؤال حلو كاتيا، شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل الفرق مع الحلاوة. يا توني عم تضيع على دلال. لأنه إيه عم يساير توني على يرمي. لكن حطينا الزبدة كاتيا، بدنا نرجع نضيف الفرق اللي بدنا نلوحه على نار مع الحلاوة مع شوية من المزهر والموارد، فينا نمزجهم. الفرق بنجيبه خالص من السوبر ماركت. من الفريزر صح؟ بنجيبه خالص. بدنا نلوحه على نار، بدنا نحط شوية من الزبدة. يبلش يحمر يعني؟ صح. ما رح كتير لأنه بدنا نعبي اثنين فارين. بدنا نلوح الفرق. هو أفضل ما يتكتر لحتى لي ياخذوا لون يعني. صح. مظبوط. بدنا نرجع نضيف الحلاوة من بعد ما هيك ياخذوا لون. شوية المزهر والموارد. وبدنا نقدم وصفتنا، هيدي وصفة طيبة كثير. هيك سهلة وسريعة وطيبة. بتعرفي الفرق طيب بكل شيء. ايه بيغني ال صح الدسير. خلينا اللي بيظهر الطعمات يعني لانه بيشربها. خلينا نضيف الحلاوه كاتيا. نختم بالمزهر والموارد ونبلش نعبي الفاريو.
طيب نحن رح ناخذ بريك بهالوقت، يلا منعبيهم بنكون عم نكمل ونعبي الفيرين وبنرجع على التيستينج. قصينا الجاتويات، يمكن لازم ما عرف اذا نفرجيهم هولي على الهواء. يلا شو قولك؟ يعني هيك يمكن ايه هيك. هيدا الجاتو من جوا. اوكي هلا جاتو صفوف. اوكي نرجع نذكر يعني انه انا اليوم ما عم بالي اعمل جاتو صفوف، بعرف انه وقت نعمل صفوف بلا بيض اكيد زيت الوصفه بس بلا بيض. اليوم حبينا نشتغل كيك للصفوف، يعني نطلع شوي من العاده اللي هو كيك طيب كثير. كاتي هلا بتذوقيه بتشوفي، يعني كانك عم تاكلي جاتو. هي ترويقه كامله، ترويقه كامله. اما وصفتنا الثانيه فهي كمان رجعنا بنقول انه مزيج الجبنه مع اللوكوم مع الحلاوه، واليوم ما عبالي حط لوكوم فيه، اشتغل جبنه وحلاوه او بلا جبنه، يعني مش ضروري نوضع كل المقادير اللي احنا اشتغلناهم، لا فينا ننقي شغله او اثنين. اما هون الجبنه كمان اليوم عم نحكي على جبنه سخنة. اليوم نهار الجبنه والحلاوه كمان مع الفرك اللي ضفنا له مظاهر موارد وضفنا له شويه من الحلاوه، وما يعني بدي شوي كنافه هون، لا شوي كنافه حليب مكثف محلى مع الجبنه اللي ضفتها على نار ووضعت مظاهر وموارد بالاثنين، يعني ان كان بالفرك او بالهيدا. هيك وصفه طيبه وبتشبع، في اشياء بتلبق مع بعضها بشكل رهيب. كمان بتشبع يعني تقريبا. اما هون مع اللكوم كمان، يعني اللي بحب الراحه مثل ما قلنا ما بدي راحه فيها، ما حط راحه فيها، حط بس. ليش اسمها راحه دخلك باللبناني؟ ما بعرف راحه لكوم كومفورت فود لانه صح. لا هي راحه باللبناني مش هي راحه لكوم بالتركي. نحن معيط لكوم معودين عيط لكوم. بس انه فينا كمان بدي اقول انه حيلا نوع ونكهه من الراحه كمان كاتيا، في على ورد، في على شو ما كان فينا نستخدمها. وهون الكيك على بتعرفي السبت على طول نعمل كيك كمان. ميرسي دلال، اكيد ناطرينك الاسبوع القادم. اونلاين عم تكوني كمان بالكوكينج كلاسز؟ كوكينج كلاسز لا، ان شاء الله حنبلش شهر الجاي باول اكتوبر، حيكون عندنا اونلاين كوكينج كلاسز. هلا كل شيء اونلاين صح من الباب، بكره بنحكي عنهم الاسبوع الجاي ان شاء الله. اما هلا بناخذ وقفه بنرجع نتابع لايف.